لما وصلت سمعنا صوت ليان، صرنا نكلم فلان نحكي لها: يا ليان وطي راسك، يا ليان ما تتحركوش، حاولوا توطوا راسكم، حاولوا ما تبينوش انه انتوا عايشين. صارت البنت تحكي: ماشي بس احنا موجوعين كتير. لما تواصل معها الهلال في اول مكالمه للهلال، صارت البنت تقدمت الدبابه عليهم وصارت تحكي لنا: الدبابه جنبينا وبطخوا علينا. وسمعتوا صرخه ليان وهي بتزعق. فصل الاتصال، فكرنا انه هند كمان استشهدت معها. رجعت انا تواصلت بعد شويه مع بنتي، ردت علي هند على الجوال، صارت تحكي لي: انا يا ماما عايشه، يا ليان استشهدت بس انا عايشه. حكيت لهم بديش افصل معها، الكل يقول لي افصلي معها. قلت لهم لا، بدي اضل اكلم في بنتي. كلمتها، قرانا قران انا وياها، وضلينا ندعي ونستغفر ونسبح. اطمن شويه، لما يفصل معها الهلال ارجع اكلمها واطمنها، تقول لي: ما تسيبنيش يا ماما، انا جعانه، انا موجوعه يا ماما. قلت لها: انت وين يا هند مصابه؟ قالت لي: انا مصابه في ايدي وفي ظهري وفي رجلي.